يقول: ما حكم من كان يشرك مع الله أو يشرك بالله وأشرك عدة مرات لكنه يستغفر الله كثيرا وإذا لم يحقق التوبة، هل هذا يزيل عنه ذلك الذنب إن شاء الله؟ إذا حصل منه شرك وتاب إلى الله تاب الله عليه. التوبة تقبل من جميع الذنوب، من الشرك ومن الكفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، توبة تجب ما قبلها. فإذا تاب توبة صادقة تقبلها الله منه وعفى عنه، وإذا عاد مرة ثانية ثم كرر التوبة أيضا يعفو الله عنه، يعفو الله عنه. لكن الشأن بالصدق، لا تكون توبة باللسان فقط، لا تكون توبة باللسان فقط، وإنما توبة صادقة. إذا توفرت شروطها قبلها الله وغفر له، فإذا عاد إليه الإثم والعقوبة، فإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله جل وعلا يقبل التوبة.